يمكن حسن متوكل شويه يعني ما حركز معاه انه لو لعب او ما لعب، لانه الغيارات في الحته دي كويسه جدا موجوده جدا في يعني موجود موجوده ممكن ديلارد موجود أيوة. عبد الرؤوف لكن موفق صراحه ادهش الناس. الخانه دي في الهلال فيها اشكاليه كبيره لها فتره ما قادرين يستفيدوا منها، بالعكس طريقه موفق اللعيبه في المريخ بتدعم الكلام اللي انا قلته. موفق عمل على الزياده الهجوميه بطريقه جميله جدا في المريخ، ده اللي احنا دايرينها في مباراه سان داونز، انه احنا نكتر الشغل الهجومي بتاعنا. عندي انا طرف بيصعد صعود زي ده في اربع واصلا طبعا اصلا خانتهم هاي ايوه بالضبط كده، يعني طرف بيصعد صعود زي ده وهو مهاجم معناته فكره الهجومي بيكون رائع جدا جدا. عشان كده انا قلت لو في محورين ارتكاز يعملوا ساتر دفاعي في حاله التقدم بيديك زياده بتاعت طرف يمين مع اثنين صناع لعب عندهم مهارات اللعب لقدام وممكن احراز الاهداف، مع اثنين مهاجمين انت ممكن على الاقل تهاجم بخمسه سته لعيبه. طيب النقطه دي يا كابتن هيثم، ممكن يعني وجود صلاح عادل او المجهود اللي قدمه صلاح عادل في المباراه الفاضل حتى ساعد في ظهور موفق بالصوره الكبيره، لانه صلاح عادل اصلا لعب اتاخر كثير بيلعب لعب على الطرف اليمين وكان بيساند موفق في عند الطلوع بيساند موفق. رغم ذلك موفق ادواره الدفاعيه كانت ممتازه، خاصه انه كان لاعب امام اخطر لاعبين المريخ اللي هو توني. صحيح، وموفق بالمناسبه يمتاز بحاجه انا يعني اشهد له بلياقه بدنيه جميله. كنت صغير طبعا في السن، الخانه دي خانه صعبه جدا جدا، خانه الطرف كان يمين ولا يسار بتتطلب مجهود عالي جدا ذهني وبدني. موفق يعني في مباراه المريخ لعب كوره كبيره، اضف الى ذلك يعني صلاح عادل وقفته كانت وقفه جميله جدا في تغطيه التقدم. ودي اللي انا دايره في السواتر الدفاعيه، انا ليه بقول سواتر دفاعيه؟ في حاله الهجوم هم عندهم دور، وفي حاله هجومنا احنا هم برضو عندهم دور يعني. طيب جميل.